بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، والنهاردة الموضوع بعنوان إحنا فين وإنتوا فين. نعرف العنوان غريب شوية، بس أحيانا الواحد فينا يكون عايش مش واخد باله أبدا من الناس اللي حواليه، مشاكلهم، احتياجاتهم، مشاعرهم، بيبقى عايش كأنه عايش مع نفسه كده وعايش لوحده. ومش بس الناس اللي عايشين حواليه، الناس اللي عاشوا قبل كده والناس اللي عايشين والناس اللي هيعيشوا. ففي سؤال مهم كده، يا ترى احنا واقفين فين والناس التانية دي فين؟ لو انا قلت احنا فين وانتوا فين، اول سؤال هيجي هم مين دول؟ انتوا دي على مين بالظبط؟ مين انتوا؟ تعالوا نحط بقى مين دول كذا فئة. أول فئة الواحد عاوز يقارن نفسه بيها هم فئة القديسين. احنا كنيسة قديسين، وكنيسة بتحط قدامنا السنكسار كل يوم، كل يوم في قديس، والأنبياء قديسين، والرسل قديسين، والشهداء قديسين، والسواح قديسين، والحكاك قديسين في كل حتة. والإنجيل بيقول كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. إحنا فين بقى والقديسين فين؟ لأنه كثير منكم بيعتقد أن القداسة دي حاجة بعيدة ومستحيلة، وأنه يعني ما تنفعش حتى تبقى هدف. الواحد بيفكر يعيش، يتجوز ويخلف ويجيب فلوس ويجيب عيال، وناسي خالص أن القداسة هي هدف أساسي للحياة، لأن الكتاب يقول إرادة الله قداستكم. فتيجي الفكرة إحنا فين من القديسين؟ إحنا فين من صلواتهم؟ يعني كلكم بتصلوا، بس إحنا فين وصلوات القديسين فين؟ القديسين كانوا بيصلوا ما بيسووش من الصلاة، وكانوا يصحوا مخصوص بالليل يصلوا. يعني مثلا عيد الأنبا بشوي يفكرنا ان الانبا بشوي يسهر بالليل ويربط شعره عشان كل ما يجي ينعس يصحى عشان يصلي. طب احنا بتبقى صحتنا كويسة ومعانا الوقت وقاعدين قدام التلفزيون وقدام الكمبيوتر، احنا فين والناس دي فين؟ احنا فين والصلاة بجد فين؟ وبعدين مش بس كانوا يصلوا طول الليل، كانوا طول اليوم يكلموا ربنا. يمكن بيشتغلوا بيتحركوا، لكن عرفوا يعيشوا صلوا بلا انقطاع. كانوا يظبطوا النفس على اسم ربنا، يعني كل نفس طالع داخل يقولوا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، عشان يفضل ربنا شغلهم طول اليوم. احنا فين من الكلام ده؟ مش احنا ولادهم؟ مش هم سلموا لنا الراية؟ مش هم خلصوا رحلتهم وراحوا السماء وقاعدين مستنينا في السماء؟ طب احنا فين من الكلام ده؟ واوعوا تستبعدوا وتقولوا لا لا الكلام ده مش لينا. مش ليكوا ليه؟ مش الروح القدس ساكن فيكم زي ما ساكن فيهم؟ والروح القدس شغلته ايه غير انه يعمل قديسين؟ اسمه الروح القدس لانه بيعمل قديسين. يعني انت بس لو تجاوبت مع الروح القدس اللي فيك تبقى قديس. هيلاقيه يقول لك بلاش الغلط، صلي، كلم ربنا اكتر، افتكر كلام ربنا. يبقى الروح القدس هو اللي بيعلمنا القداسة. احنا فين من محبة القديسين؟ انا تاني بفكركم، احنا فين وانتوا فين؟ انتوا بنكلم القديسين دلوقتي، بنقول لهم احنا فين من محبتكم؟ احنا فين من واحد زي القديس اغاثون ده اللي اشتهى انه يخدم المرضى والبرص، وبعدين نزل مرة السوق ولقى واحد ابرص، ف قال له شيلني وخدني معاك السوق، امشاله وخده معاه السوق. وبعدين قال له لا المكان ده مش مريح، شيلني وحطني في المكان ده، شاله وحطه في المكان ده. قال له روح اشتري لي اكل، راح جاب له اكل. قال له لا الاكل ده مش حلو، روح غيره لي، راح غير له الاكل. قال له بقى رجعني من المكان اللي انت اخدتني منه، وهو مبسوط وعمال يتعب ويشيل ويحط. وبعدين في الاخر الشخص الابرز ده يطلع المسيح ويقول له مبارك انت يا فلان. فين احنا من المحبة دي؟ تقدر تحب الناس لهذه الدرجة؟
تحتمل طلبات الناس، تخضع للناس. فين احنا من المحبة اللي كانوا ينسوا نفسهم خالص وهم بيحبوا بعض؟ ما كانش حد يفكر في نفسه، ما كانش حد يفكر في راحته، لأ، عايشين فعلا المحبة لا تطلب ما لنفسه. دول كانوا بيحبوا أعدائهم، مش بيحبوا بس أحبائهم. يعني واحد زي القديس استفانوس، إزاي وهو بيترجم والدم نازل منه والوجع شديد قوي، وقبل ما يروح في غيبوبة الموت يقول له يا رب لا تقيم لهم هذه الخطيئة. فين احنا من الكلام ده؟ مش عارفين نحبوا بعض. دول بيحبوا أعدائهم وبيحبوا من القلب وبيحبوا بصدق وبيتعبوا في الحب. فين احنا من تعبهم؟ انتوا عارفين القداسة مرتبطة بالتعب. ليه؟ لأن التعب أكتر دليل على حب ربنا. فالكتاب يقول كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. يعني نقول ماري جرجس أعظم الشهداء وأمير الشهداء. ليه؟ أصله 7 سنين بيستشهد بيتألم، فطبعا ده رقم كبير قوي، 7 سنين بيتعذب، فيبقى محطوط كده إيه في قمة الشهداء. إحنا فين من التعب؟ طب أنتوا شباب وبتتعبوا في الرياضة، ويعني بتتعبوا، مش غاويين تتعبوا قوي، لكن يعني عندكم استعداد تتعبوا، بس في حاجات غير الحاجات الصح. كم واحد فيكم بيتعب في الصوم؟ كم واحد بيتعب في المطانيات؟ كم واحد بيتعب في خدمة أهله وبيته؟ كم واحد مستعد يتعب في خدمة الكنيسة؟ ولا أنتوا بتوفروا مجهودكم وبتوفروا لإيه؟ ده هم يومين التعب وبعد كده راحة أبدية، أو يومين راحة بعيد عنكم وشقاء أبدي. شوف أنت عاوز إيه؟ تتعب هنا وترتاح هناك، ولا ترتاح هنا وتتعب هناك؟ اختار. المسيح له المجد كان واضح، قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق، يعني طريق مريح، وكثيرون هم الذين يدخلونه المؤدي إلى الهلاك. فاللي بيدور على الراحة وعاوز طول نهار على الكنبة كده يقعد يقلب في القنوات ويتفرج على الكمبيوتر بتاعه وعمال بقى ايه يقلب الدنيا كده، وعاوز الاكل يجي لغاية عنده والشرب يجي لغاية عنده، ومكسل يتحرك خطوتين، انت بتضيع ابديتك. فين احنا من تعب القديسين؟ تعب القديسين يحكوا مرة اظن على القديس انبا بخوميوس، انه خد رهبان وراحوا منطقة وبعدين قعدوا يحفروا شهور عشان يعملوا ألالي في الصخر، عشان يبقى كل واحد يعني في جو روحي كده. وبعد ما خلصوا الألالي وتعبوا جدا وهم بيعملوا الألالي، جم شوية ناس سكنوا جنبهم، فما كان من القديس أنبا بخوميس قال لهم يلا يا ولاد هنغير، هنشوف لنا حتة تاني. قالوا له يا أبانا احنا تعبنا، احنا بقالنا شهور بنحفر في الصخر عشان نعمل ألالي. قال لهم لا خلاص، نفسنا الناس دول هيبقوا جنبنا، احنا اخترنا الخلوة، اخترنا الوحدة، نهرب من الناس. انا ماشي. ومشوا طبعا ولاده وراه. فين احنا من التعب؟ هيبتدي تاني ويحفر تاني ألالي ويتعب تاني. طب وماله؟ قديس انبا موسى الاسود عشان يجاهد مع افكاره، كان شاب زيكم وبتحارب بافكار بعد ما تاب، وبعدين في نص الليل يعدي على كل الألالي بتاعت الشيوخ، يشيل جرار المية ويطلع لغاية عين المية ويملى الجرار ويرجع تاني يحط عند باب كل قلاية، وطول الليل يتعب والمشوار ده رايح راجع رايح راجع، ويشيل ويحط ليقول أتعب أتعب عشان أفكاري تهدى، وطول السكة عمال يصلي صلاة يسوع ويصلي مزامير عشان أفكاره تهدى. حبوا التعب. فين احنا من التعب ده؟ احنا فين وانتوا فين؟ لما بنقعد نحتفل بالقديسين بنقول لهم صحيح احنا فين وانتوا فين؟ احنا فين في صلواتنا؟ احنا فين في محبتنا؟ احنا فين في تعبنا؟ تعالوا ناخد فئة تانية. احنا فين وانتوا يا خدام فين؟ يعني انتوا مين هنا؟ نتكلم عن المرشدين والخدام. اباء اعترافكم، الخدام اللي خدموكم، المرشدين، انتوا فين منهم؟ احنا فين وهم والناس دي فين؟ قد ايه انت بتقلد الخادم اللي خدمك؟ شفت فيه حاجة حلوة؟ اتعلمت منه حاجة حلوة؟ طب ما هو الخادم ده سايب مذاكرته عشان يقعد معاك، او بيخسايب شغله، او مخلص شغله وتعبان بدل ما يرتاح بيروح لك افتقاد، او بيسهر معاك في النادي او في المهرجان،
أو غيره كان بيقعد على القهوة وبينبسط وبتاع، إنما هو نازل للمستوى بتاعك وبيصاحبك وبيحبك وخايف عليك وبيجري وراك، أنت فين منه؟ حسيت بتعبه؟ قدرت الخدمة اللي عملها معاك؟ قدرت إنه سايب طموحاته العادية وبيجري وراك؟ ده في خدام بيتعطل جوازهم وبيتعطل مستقبلهم شوية يقولك عشان الخدمة، ويبقى مش مستخسر لا الفلوس ولا التعب ولا المجهود ولا الصحة ولا البيت ولا العيال عشان الخدمة. طب انتوا يا مخدومين، انتوا يا شباب، قدرتوا الناس دي؟ خدت منهم حاجة؟ تعلمت منهم درس؟ احنا فين وانتوا فين يا خدام؟ ما تتمناش تبقى خادم زي اللي بيخدموك، ما تحسش ان انت عليك الدور بعد كام سنة تتعب زي اللي تعبوا معاك، ما تفكرش كده. وانت اللي شايفة الميز بتاعتك عمالة تسأل عليك وبتجري وراك وبتستحمل يعني الشقاوة بتاعتك في الفصل وبرضه بتحبك، طب انت مش مقدرة الكلام ده؟ احنا فين والناس دي فين؟ فين احنا من تلمذتهم؟ يعني تفتكر ايه من الدروس اللي قالوها لك؟ هل انت تلميذ شاطر؟ هل اتعلمت عن الناس دي؟ هل فرحتهم انك انت يعني خدت منهم؟ اي معلم فرحته ان تلاميذه تفوق في الحياة الروحية كده. كل الخدام فرحتهم ايه؟ ان يشوفوا الشباب الحلو اللي زيكم يتفوقوا في حب ربنا، في حفظ المزامير، في حفظ الالحان، في الخدمة، يتفوقوا في التوبة، يعني واخدينها جد. طب انت مش بتفرح استاذك؟ مش بتفرح ابوك الروحي؟ انت فين من ابوك الروحي؟ طب ابوك الروحي بيصلي لك وبياخد اعترافك ومشغول بتلمستك ويشد مرة ويرخي مرات، وكل ده عشان خلاصك، انت فين منه؟ شوفوا الآية لما تقول ايه، اخضعوا لمرشديكم، اخضعوا ليهم، اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متسربلين بالتواضع. وهنا ندخل في الخضوع. برضو موضة للأسف ان الشباب يعني ما بيحترمش الكبار. طب ازاي الكبار دول كانوا قدك وعاشوا اللي انت فيه وسبقوك في الحياة الروحية، خدوها جد وركزوا مع ربنا، طب انت ما تسمعش كلامهم ليه؟ ليه شايف نفسك فاهم كل حاجة؟ ليه معتبر نفسك انت اللي فاهم اكتر من والديك واكتر من استاذك واكتر من ابوك الروحي احيانا؟ طب ليه؟ طب ما انت بتأذي نفسك. انت فين من الناس دي؟ الناس دي عندها خبرات، مش تحترمها؟ مش تقدرها؟ مش تفكر تاخد منهم الخبرات اللي على الجاهز دي؟ وحتى لو فيهم عيوب استر على العيوب، زي ما هما بيشيلوا معاك عيوبك استر انت على عيوب الكبار. فئة تالتة نقارن نفسنا بيها هي فئة الأهل. احنا فين وانتوا فين؟ مشكلة بقى برضو في الزمن ده مفيش ارتباط قوي بين الشباب وبين أهلهم. عمركم يا شباب وقفتوا تصلوا وتقولوا أشكرك يا رب على أهلي؟ عمركم شكرتم على بابا ولا ماما اللي ربنا اداهم لك؟ انت عارف ان في كتير قوي من الشباب ما عندهمش أب أو ما عندهمش أم، أو الأب مؤذي، يعني طبعا مش كتير لكن موجود، أو ان البيت ما كانش فيه أي سلام. عمرك شكرت ربنا واعتبرت دي هدية كبيرة انك يكون لك بيت فيه أب وأم؟ مهما كانت عيوبه برضو دي نعمة، دي هدية. طب انت حاسس بالهدية ولا لا؟ تعرفين مرة واحد بعد ما دفن أبوه كتب كده رسالة لكل الشباب وقال لهم ايه؟ كنت أتمنى أدي لأبويا كل يوم وردة وهو عايش، بدل ما جبت له بوكي ورد حطيته على قبره. كنت أتمنى أقدم له وردة كل يوم وهو عايش، بدل ما جايب له بوكي ورد بس حطيته على القبر. يعني إيه؟ ندم إنه عمره ما شكر والده ولا قدره ولا حس بقيمته ولا بتعبه. لما الراجل مشي بقى الشاب ده افتكر واكتشف قد إيه أنا كنت جاحد، قد إيه أنا ما قدرتش، قد إيه أنا كنت عاوز 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 ومش واخد بالي ان هو له حق علي ارضيه واحترمه واقدره. احنا فين من اهالينا؟ احنا فين من كلمة اكرم اباك وامك؟ الاكرام اول حتة فيه الاحترام، انت فين من دي؟
حق والديك عليك تحترمهم بغض النظر عن ظروفهم وعيوبهم. حق ربنا عليك كده، اكرم أباك وأمك، أول وصية بوعد. طب فين الاحترام؟ النهاردة الشباب بيتكلموا مع والديهم كأنهم أصحابهم. ده أنا مرة سمعت أم بتقول لبنتها: أنا مش عاوزك تعامليني غير زي واحدة صاحبتك، أنا قابلة تعامليني زي واحدة صاحبتك. طب دي حاجة تزعل، يعني ماما اللي ولدتك دي ملهاش كرامة برضه؟ ما تبقاش ليها مكانة، الواحد يعني ما يحترمهمش. وخلي بالكوا الأيام بتدور ويحصل اللي بيحصل. يعني إيه؟ اللي مش هيحترم والديه ولاده مش هيحترموه، تأكدوا من كده. اللي مش هيكرم والديه ولاده مش هيكرموه. اللي هيفضل ينغص في حياة والديه حياته هتتنغص. دي طبيعة الأيام كده. عشان كده الكتاب يقول: أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. يعني اللي هتعمله في والدك هيتعمل فيك وهكذا. طب دي ما تخوفكوش، انتوا فين من أهليكم؟ هل احنا بقينا نقلد الشارع والعالم والاتجاهات اللي ما فيهاش احترام ولا إكرام ولا مبادئ، وكل واحد يشوف نفسه؟ ولا احنا لينا مبادئنا المسيحية الكتابية؟ احنا فين والاهل فين من فكرة التفاهم؟ ليه ما تقعدوش مع والديكم وتتفاهموا؟ ليه ما تبصوش لوالديكم بتقدير وتاخد منهم؟ طيب هما مختلفين في الطباع، طب ما نتفق، ما نتفاهم، ما نوصل لحل وسط. ليك رغباتك وهم ليهم برضو رغبات او ظروف او احتياجات، ما نتفق. مش احنا عايشين في بيت واحد؟ والنهاردة الكبار أغلبهم مستعدين للتفاوض والتفاهم، مشكلة بقت في الشباب أكتر. أنتوا اللي بقيتوا إيه؟ عاوزين تمشوا اللي في دماغكم وخلاص. مع إن المفروض العكس، كان زمان نعاني إن الكبار بيمشوا كلامهم. دلوقتي يا عيني الشكوى بتيجي من الكبار، الشباب بيمشوا كلامهم. طبعًا شيء غير لائق، ده مش شباب مسيحي ده. الشاب المسيحي يكرم والديه ويحترمهم وبالكتير يتفاهم. لو لقى الكلام مش يعني عاجبه قوي ياخد ويدي، نتحاور. احنا فين وانتوا فين يا فقراء او يا محتاجين؟ برضو شباب اقول لكم حاجة، انتوا احيانا تكونوا مش حاسين بالناس اللي في الدنيا. يعني اليومين دول في ضيقة في البلد والظروف ضيقة، وفي ناس كتيرة قعدت من اشغال، وفي بيوت عايشة بالزق، وفي ناس فعلا مش عارفة هتتعشى النهاردة ولا لا. ويجي الشاب من دول يقول عاوز ولا كأنه عايش في الدنيا بتاعتنا، ويزعل قوي لما يجيبوا له حاجة أقل من اللي هو كان عاوز. يا ابني خليك في الدنيا، انت فين والناس دي فين؟ ما تشوف اللي حواليك حالهم ايه. بزعل قوي لما الاقي ولادنا الكنيسة وشباب الكنيسة يعني طلباتهم كتيرة قوي، واللي زيهم في بلاد تانية في الريف ولا في القرى يعني 1 على 10 من الطلبات دي مش طايلين، وتلاقيهم راضين وقنوعين. طب انت مش حاسس بالناس؟ احنا فين والناس دي فين؟ عشان كده القديس يعقوب يقول: اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. انا اتمنى كل شباب ثانوي يخدموا المحتاجين والفقراء عشان يدوقوا يعني ايه جوع، يعني ايه تعب، يعني ايه بيت ضيق، يعني ايه اوضه ملهاش سقف، يعني ايه لقمه يعني كل واحد ياكل بحساب عشان الباقيين ياكلوا معاه. حاجات انتوا يمكن ما دقتوهاش، لكن لما تحس بالناس دي قلبك يتحرك وتبقى انسان مسيحي محب. احنا فين من المحتاجين؟ طب ده ربنا يسوع ربط دخولنا السماء بالجزئية دي. يعني شوفوا بقى، غير الصلاة والصوم والإيمان والمحبة والرجاء والأسرار، كل ده على جنب، وركز في دي. وقال إيه؟ قال: تعالوا يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني كنت جوعانا أطعمتموني، كنت عطشانا سقيتوني، كنت مريضا زرتوني، كنت محبوسا أتيت. طب الناس دول أنت بتعرفهم؟ شفت جعان، شفت عطشان، شفت محبوس، شفت مريض؟ ولما شفته عملت ايه؟ حسيت بيه؟ تعاطفت معاه؟
لما ربنا لقى اليهود بيصوموا صوم منظر كده قال لهم هو ده صوم ده؟ الصوم بالنسبة لي أن تكسر للجائع خبزك، هذه الصوم تكسر للجائع خبزك، تدخل التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا تكسوه، هذه الصوم. طبعا جنب الصوم الأكل كمان، لكن هنا الرحمة دي تدخل السم، هي دي اللي تخلي صلواتنا مقبولة. أنتوا يا شباب كل شغلكم تقضوا الصيف ازاي وتنبسطوا ازاي وتلعبوا ازاي والمهرجان تكسبوا فيه ايه كويس، لكن فين الفقراء في حياتكم؟ فين المحتاجين؟ فين احساسك ان 80% من الشعب القبطي في مصر محتاج وعايشين بالعافية؟ طب انت حاسس بالناس دي ولا لا؟ ولا خلاص انت مبسوط وعندك حاجتك مش فارق معاك حد؟ في الفقر والاحتياج الواحد بيصعب عليه لما يلاقي اعتراضات وشكاوى لا آخر لها في الشباب بتاعه. شباب معترض دايما وطلباته كتير، كأنه يعني ايه ما بيعجبوش العجب. طب يا ابني انت عاوز ربنا يعني يدوقك من الكاس اللي الناس التانية بتدوقه؟ عاوز بيتك بقى يحصل له يعني مرارة عشان تعرف يعني ايه مش مفيش لقمة تتاكل ولا مفيش دواء؟ ما تشكر ربنا شوية على الأقل لما تشوف المحتاجين، إما كنتش هتقف معاهم وتشاركهم همهم أقل ما فيها، أشكر ربنا أنك أنت مش في الهم ده، ده أقل قيمة تعملها. لما تشوف آلام الناس تقول له يا رب أشكرك أن أنا أضعف من أن أنا أدخل في التجربة دي، أنت وفرت علي ألم وهم أنا مش قده، أنا أصغر من كده، دول أقوى مني عشان كده سامح لهم بالتجربة دي. احنا فين وانتوا فين من المرضى؟ برضو كل شاب فرحان بصحته ورايح راجع، وتبص تلاقي الشاب زعلان قوي دخل في علاقة عاطفية وما كملتش والدنيا بالنسبة له ضلمت، ويعني هيام وغرام وافلام وحاجات ملخبطة. وواحد تاني في سنه بيتعالج من مرض صعب، كل اللي يتمناه انه يخف، لا بيفكر في جواز ولا بيفكر في صداقة، ولا هو كل اللي بيتمناه من ربنا بس يرجع له الصحة تاني. انت فين من الناس دي؟ انت بتحس ان صحتك دي نعمة وان المريض له حق عليك كصحيح، ويبقى مريض في العيلة وبعدين تبقى حاجة تقيلة على قلبك زيارته قوي، عاوز تجري مع اصحابك وعاوز تروح وتيجي. طب والمريض ده مين يخدمه؟ ما انت بكرة ممكن تبقى كده والنهاردة ممكن تبقى كده، ليه ما تروحش تعمل واجب معاه؟ ليه ما تقفش معاه؟ ليه ما تخدمه ما تخدموش؟ ليه صحتك ما تقسمهاش مع المريض بالنص وتقول له انا مش بعمل حاجة زيادة، ربنا اداك انت المرض واداني انا الصحة، هنقسمها، اخد شوية من مرضك وخد شوية من صحتي، انت ما تقدرش تمشي انا اقدر امشي، انت ما تقدرش تشيل انا اشيل. فغلط يا ستة معلمنا بولس يقول احملوا بعضكم اثقال بعض، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. اللي عاوز يعمل اللي قاله المسيح، يشوف له مريض يخدمه، يشوف له فقير يشاركه فقره، وطبعا واحد واثنين وثلاثة كده تبقى مسيحي بجد لأنك حياتك بتقدمها للناس دول. احنا فين والفئات دي كلها فين؟ ولا انت لسه مع نفسك عايش بتفكر في نفسك وطموحك ومشاكلك ورأي الناس فيك ولبسك ولعبك؟ وبعدين انت طول ما انت محبوس في نفسك كده انت ما تعرفش ربنا لسه، لان المسيح قال لنا اللي عاوز يبقى لي تلميذ اول حاجة يعملها ينسى نفسه، ينكر نفسه، يبطل يفكر في نفسه. المسيح جه ما فكرش في نفسه خالص، قال ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. المسيح لو المجد عاش حياته كلها لحساب الناس، طب انت قد ايه من حياتك لحساب الناس؟ ولا انت كل حياتك لحسابك الشخصي؟ ممكن حتى المرض اللي انت بتشوفه يكون رسالة ليك وتقول اشكرك يا رب انك مديني الصحة، انا هختشي واخدها جد وبطل خطايا، انا خاف يا رب تأدبني تأديب زي كده. يعني شباب كتير يستبيح بعض الخطايا، يفتح النت حاجات وحشه، يتفرج على الدش في كلام وحش، انت مش خايف ربنا يرفع ايده عنك وتجرب تجربه جديده زي كده؟
مش انت عارف ان ربنا بيأدب ولاده ودي خطية بيكرهها؟ ربنا بيكره الخطية دي بالذات، الاستباحة دي، انك تستبيح الصور الرديئة وتسيب مخك للأفكار البطالة، دي خطية كبيرة قوي، دي زنا. وبعدين ربنا بيسكت مرة واثنين وتلاتة، بس هيجي تأديب بعد كده. عاوز تدخل في مرض صعب؟ لما تشوف أمراض الناس خاف، خاف على نفسك، رسالة تحذير ليك، لأن ربنا لسه مطول باله وساتر عليك. أم تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته؟ ولا أنت هتسوق فيها بقى غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ده ربنا مطول باله عشان تتوب مش عشان تسوق فيها. يبقى الواحد لما يشوف أمراض الناس أو مشاكلهم أو حوادثهم، إحنا فين وإنتوا فين؟ يقول له أشكرك يا رب إنك ساتر علي، إنك لسه مستحملني، هتوب يا رب، هتوب بالذوق، ما تجربنيش التجربة دي أنا مش قدها. يبقى أنت كده إيه، لما شفت المرضى أو شفت المتضايقين تعلمت حاجة. لو قلت لك إحنا فين وإنتوا فين، وإنتوا دي على أهل الناس، أهل العالم، ربنا يسوع له المجد حط لنا حدود بيننا وبين الدنيا، وقال يا ولادي انتوا لازم تبقوا مختلفين، انتوا بالذات تبقوا شبهي، والناس في حته وانتوا في حته، مش نطلع بره الدنيا، لكن يبقى في اختلاف واضح. هل في اختلاف بينك وبين الناس اللي في الشارع ولا لا؟ تقدر تقول احنا فين وهم فين؟ هم الكذب عندهم سهل، انت بتكذب. هم الغش عندهم طبيعي، انت تغش. هم الشتيمة عادي، انت تشتم. هم الفكر البطال الشهواني ياكل عقلهم وضميرهم مرتاح، انت بتسيب عقلك للكلام ده. هم سهل قوي يقعوا في الرياء، يعني الدنيا كلها ايه، تمثيليات، انت بتمثل برضو ولا اللي جواك زي اللي براك؟ هل في فرق بينك وبين الدنيا؟ ولا انت شعارك في الحياة كما يفعلون هكذا نفعل؟ شعار غلط. الشعار اللي حطه المسيح، كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. عاوزهم يحترموك احترمهم، عاوزهم يحبوك حبهم، عاوزهم يسامحوك سامحهم. لكن المسيح ما قالش كل اللي بيعملوه الناس اعملوه، ده قال عكس كده، قال ما تعملوش زي الناس، قال اعملوا زي أنا. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال علينا ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم لهذا يبغضكم العالم. أنت فين والناس فين؟ هل في مسافة كبيرة بينك وبين الناس؟ مسافة يعني أقصد فرق واضح. هل في يوم من الأيام لما تدخل الكلية ولا تدخل الشغل الناس كلها تقول ده المسيحي ده مفيش زيه، ولا مش باين فرق؟ هل الناس هتشاور عليك فعلا وتقول ده مختلف؟ إلا ده ما يعرفش يهرج التهريج، ده ما بيعرفش يكذب، ده مالوش في الكلام الفارغ بتاعنا، هيقولوا عليك كده؟ ولا هتبقى نسخة باهتة من أي شاب في الدنيا مالوش طعم كده، عايش الشيطان بيحركه زي ما بيحرك الدنيا كلها؟ هل ايه علاقتك بأهل العالم؟ هل في حكمة او حدود؟ يعني انت حاطط حدود واضحة بحيث انك انت تعرف تقول لا، ولا انت زي مع الطيار؟ ده احنا كل يوم المزمور باكر الاولاني نقول ايه، في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. انت بتقعد في مجلس مستهزئين ولا لا؟ انت بتقف وقفات كده بطالة ولا لا؟ ما تشوف، ولا انت بتقول مزمور وتعمل عكسه؟ احنا فين وهم فين؟ ربنا لما يجي يقول لك ايه علاقتك باهل الدنيا، تقول له يا رب في مسافة كبيرة، انا بخاف اتعدي، انا بخاف ابقى نسخة منهم، انا عاوز ابقى شبهك، انا اقرب منك وابعد عنهم، هحبهم من بعيد، هحبهم بس من بعيد، هصلي لهم، هقدم لهم صورة حلوة عنك، لكن مش هقدر اقرب زيادة لاني هقع، هغرق معاهم. لو قلت لك احنا فين وانتوا فين واتكلمنا عن الاصدقاء، لو حطينا بقى مكان انتوا دي الاصدقاء، احنا فين والاصدقاء فين؟ بمعنى ايه؟
للأسف كل الشباب اليومين دول مستنيين أصدقائهم يبقوا مثاليين، لكن لا يطالبون أنفسهم بالمثالية. يعني إيه؟ قبل ما تدوري تقولي صديقتي ما سألتش عليا، أنت بتسألي عليها؟ صديقتي مش عارف ما دعتنيش، أنت بتدعيها؟ قبل ما تطلبي من صحباتك إن هم يبقوا أحسن ما يمكن، هو أنت أحسن ما يمكن؟ خلونا إحنا نبدأ بنفسنا نبقى أصدقاء مخلصين أوفياء، نصلي لأصحابنا ونخاف عليهم ونديهم الحاجة الحلوة ونقدم نفسنا يعني في خدمتهم. في صديقات وأصدقاء عندهم نوع من الكبرياء والكرامة، لما الناس تحبهم يتفضلوا عليهم بالحب، لما تبقى الصحبات دول هم يعني اللي يقدموا واجب الخضوع والاحترام نبقى نصاحبهم. ده كلام إذا كان ربنا له كل المجد جه صديق البشرية تنازل وبقى إنسان زينا عشان يصاحبنا عشان يعيش معانا، وإحنا ما نستاهلش. المبادرة من عندك ولا مستني الناس هي اللي تبادر؟ أنت اللي تروح تحاول تحب الناس ولا رجلك على رجل ومستني الناس هي اللي تتودد إليك؟ بتفكر إزاي؟ خليكوا أصدقاء مخلصين وأوفياء ومتواضعين. الصداقة كمان مبنية على عطاء متبادل، أنت فعلا بتدي لأصحابك من وقتك من تفكيرك، تديهم الحاجة الحلوة اللي عندك، يعني حافظ لحن حلو، حافظ ترتيلة حلوة، عاوز تشجعهم يدخلوا الكنيسة والقداس والاجتماع والمهرجان هل أنت الحاجات دي شغلك؟ هل انت بطبعك مع اصحابك سخي بتدي، ولا مع اصحابك انت دايما في وضع الاخذ، وضع اللي ايه الطماع اللي مستني كل الناس تجري وراك وتمجد فيك؟ طيب نشوف فئة تاني، احنا فين والاعداء فين؟ احنا قلنا احنا فين وانتوا فين، وشفنا حاجات كتير، الاهل العالم، المرضى، الفقراء. إنما أنا عاوز أسألكم عن إحنا فين وإنتوا فين على الأعداء. للأسف كتير من الشباب رد فعلهم تجاه أي حد يعاديهم أو يكرههم هو رد فعل الدنيا، يعني إيه اللي يعادينا نعاديه، اللي يكرهنا نكرهه، اللي يتريق علينا نتريق عليه، اللي يشتم نشتم. طب إحنا جاي مش مسيحيين؟ الموقف اللي علمه لنا المسيح غير كده. احنا فين والناس دي فين؟ لا احنا هنفضل نحبهم لان المسيح قال كده، احبوا اعداءكم. احنا فين والصلاة من اجل الاعداء؟ كام واحد فيكم اليومين دول بيصلوا للناس اللي بتتريق على الكنيسة او بتعيب في الكنيسة؟ مش دي وصية؟ صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. بدل وصية ما بنعملهاش ليه؟ الناس اللي بيطعنوا في الكنيسة او بيعيرونا او طب ومال بيدونا أكاليل كتر خيرهم، إنما إحنا نصلي لهم لعل يطلع منهم بولس الرسول تاني. هل إحنا ده موقفنا فعلا من الأعداء؟ إحنا ما بنعرفش نعادي غير الشيطان. الكتاب المقدس عندنا واضح، قال مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ملناش حرب مع بشر مهما حصل، يقطعونا مش مهم، إحنا نروح السماء ما بنخافش، ما عندناش مشكلة. لكن احنا لا نعادي الا عدو الخير، هو الوحيد ده اللي عدو بجد، ابليس عدوكم، هنا الكتاب صريح. انما ما قالش فلان عدوكم، ما فيش بشر عدوين، ما عندناش عداوه مع بشر مهما كان. ده هو الشيطان بيضحك عن الاشرار بس. احنا فين بقى من الناس دي؟ هل فعلا قلبنا مفتوح؟ مستعدين نحب دول؟ مستعدين نقبلهم؟ مستعدين ندعي لهم؟ هل الواحد فينا يحلم انه يكسب من الناس دي لربنا، ولا الحلم ده بعيد ما يجيش في بالك ابدا؟ كل اللي تحلم به الانتقام. لا، خلي قلبك زي المسيح له المجد، ربنا يسوع له المجد، رحمته واسعة جدا. على الصليب كان عينه في اللص اليمين اللي كان بيتريق عليه من شوية، وعينه التانية في قائد المئة اللي بيصلبه، وقائد المئة دخل فعلا وتاب، قلبه واسع قوي. طب يا رب دول بيعيروك وبيهنوك وبيصلبوك وبيوجعوك، معلش المهم يروحوا السماء في الاخر. اخر نقطة اقولها لكم، احنا فين والمجتمع كله فين؟
برضو عتاب يا شباب ان انتم ساعات قضايا المجتمع بتبقى بعيدة عنكم خالص. يعني مثلا اللي معاه هل طلعتوا البطاقة ولا لا، واللي مطلع بطاقة هيروح ينتخب في اي انتخابات ولا لا، مش ده مسؤوليتك؟ مش ده دورك تجاه المجتمع؟ ولا انت مالكش دعوة، عاوز تلعب وتتفرج على التلفزيون؟ انت حاسس انك مسؤول لانك جزء من البلد دي وجزء من الكنيسة، يبقى عليك مسؤولية. انت فين من المجتمع؟ انت فين من القضايا العامة اللي في المجتمع؟ هل انت حاسس بالمشاكل ولا لا؟ احساس المسؤولية في المسيحي احساس طبيعي. المسيحي الحقيقي مش مسؤول عن نفسه بس، ده مسؤول عن نفسه وعن بيته وعن كنيسته وعن بلده وعن الدنيا كلها. اقولها تاني، المسيحي الحقيقي مش مسؤول عن نفسه بس، ده مسؤول عن نفسه وعن بيته وعن كنيسته وعن بلده وعن الدنيا كلها. تقول لي وانا مالي بده كله؟ لا، المسيح له المجد اللي جواك مسؤول عن الدنيا كلها. اذا كنت مسيحي حقيقي، روح المسيح اللي فيك هتشغلك بالناس وبقضايا الناس وبهموم الناس، قلبك هيبقى واسع جدا يشيل الدنيا كلها. فما ينفعش تقول ماليش دعوة تبقى مش مسيح. ما ينفعش تقول يلا نفسي تبقى أنت كده مش مسيح. إحنا فين والمجتمع فين؟ هل إحنا بنقدم صورة إن إحنا بنحب بلدنا وخايفين عليها وبنحب الناس اللي فيها وحريصين على سلامتها، ولا إحنا ملناش دعوة؟ لو ملناش دعوة الحقيقة ما نبقاش مسيحيين. المسيح له كل المجد، كان مواطن صالح هو كمان وقت وجوده على الأرض، كان أمين في كل شيء. هل أنت ملتزم بطبعك؟ إحنا فين والالتزام فين؟ الالتزام تجاه كل شيء، ولا لازم العقاب ينزل فوق دماغك عشان تلتزم؟ هل أنت بتخاف من القانون؟ كويس أنك تخاف، ولا أنت بتحب تلتزم حتى لو ما فيش قانون؟ من أول اللي بيرمي ورقة في الشارع، وليه ترمي ورقة في الشارع؟ اللي بيمشي عكس السكة في المرور، ليه تعمل كده؟ تقول أصل ما حدش شافني. ما حدش شافك يبقى أنت مش مسيح، أنت مش واخد بالك أن ربنا دايما شايفك؟ فين إيمانك؟ سؤال إحنا فين وإنتوا فين يفتح علينا أفكار كثير قوي. فكروا كده في كل الفئات اللي بتتعاملوا معاها، وكل الفئات حتى اللي المفروض نتعلم منها. إحنا فين والناس دي فين؟ إحنا فين والقديسين فين؟ إحنا فين وأهالينا فين؟ إحنا فين وصحابنا فين؟ إحنا فين والمجتمع؟ إحنا فين وأهل العالم؟ إحنا فين والفقراء؟ إحنا فين والمرضى؟ بلاش يا أحبائي يعيش كل واحد جوا نفسه. خلينا نعيش دايما مشغولين بسؤال، ماذا ينتظر الناس مني؟ ماذا ينتظر المسيح له المجد مني؟ أهلي مستنين مني إيه؟ أصحابي مستنين مني إيه؟ المجتمع العائل مستني مني إيه؟ أعدائي مستنيين مني أنا كمسيحي إيه؟ مش مستنيين عداوة، هم عارفين المسيح علمني إيه. ربنا يدينا نعمة إن إحنا نعيش في مثالية أولاد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.